خلينا الآن ندخل في الجماهير. الجماهير بالتأكيد أجواءها مختلفة، ومهما صدر منهم فيظل تظل الإثارة اللي موجودة بينهم هي ملح لكرة القدم. بنبدأ أولا بالطائف، وإحنا للطائف في جلسة جماهير اتحادية أهلاوية، حضرنا حطينا الكاميرا وتابعنا الأجواء المختلفة ما بين الجماهير في جلسة خاصة في الطائف. ديربي ولا يمكن تتنبأ بالنتيجة، لكن أتمناها إن شاء الله أهلاوية. نعم الاتحاد فريق تمرس في البطولة الآسيوية، لكن الأهلي بروحه القوية بلعيبته المحترفين الأقوياء اللي جعلوا من الأهلي فريق متصدر في العام الماضي. خسر البطولة نعم الدوري في العام الماضي، لكن استطاع أن يحقق كأس الأبطال. أيضا الأهلي قادم بقوة في هذا الموسم، بإذن الله نثبت أن الأهلي بطل وسيهزم الاتحاد في المباراتين بإذن الله. الروح الرياضية لابد تكون سائدة بين الجماهير، الاتحاد الأهلي كلاهما فريقان يمثلان الوطن، ننتظر من يتأهل للمباراة النهائية يمثل الوطن إن شاء الله خير تنتهي. الاتحاد يملك سوزا وعناصر جيدة وخط دفاعي جيد، سيحسم المباراة من الشوط الأول بإذن الله. ديربي سعودي بنكهة آسيوية، التوقعات صعبة لكن نتمناها أهلاوية. الفريقين لديهم نقاط قوة، الاتحاد متمرس على البطولة الآسيوية، ولكن الأهلي في الموسمين الأخير يقدم مستوى متميز، وإن شاء الله أنها تكون من نصيب الأهلي. دائما مباراة الاتحاد والأهلي تطلع بإثارة وندية بين الفريقين، ديربي محلي بطعم آسيوي. أتوقع النتيجة 2-1 صالح الأهلي. الاتحاد متمرس على البطولة الآسيوية، لكن الأهلي عودنا على الحسم أمام الاتحاد في أكثر من بطولة وفي أكثر من مباراة. يا لا لا لي لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا لي لا 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 يا لا 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 يا لا لا لي يا سلامي على الأهلي وذني بالسلامي واتحادي لي يا قالوا نشجع واتحادي هادي لي يا قالوا نشجع واتحادي نطلب الله بفوزي شرف الفايز وفيهم ما نلامي لو نشجع نشجع كلنا الاثنين هذا شيء عادي. عبد الله، بعد شوي حنتابع جماهير الاهلي في الرياض وجماهير الاتحاد ايضا، وفي جلسه كذا خاصه في المركز في احد حارات جده ايضا الشهيره، وايضا عندنا في الاسواق جده الاسواق الشهيره طبعا ايضا تجولنا فيها وحنتابعها كلها فيما تبقى من الوقت. لكن بشكل عام اتوقف عند يعني حديث ايضا الرؤساء السابقين قبل قليل، يبدو اليوم الكل يتحدث بحذر، يعني ما في احد قادر باستثناء الجماهير طبعا المتفائله، لكن على المستوى الرسمي ما في احد قادر يعني لا يتفائل ولا يكون حذر. ما اعرف ليش، هل هو يعني لان المباراه فعلا ليست ككل المباريات السابقه، ظروفها متشابهه، كل شيء متشابه، ولا ايضا هو حذر وخوف؟ وش رايك؟ هو في اي مباراه الحقيقه تجمع الاهلي والاتحاد لا يمكن حقيقه أن 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 يتوقع أحد نتيجة مباراة، لأن لا سابقا عبد الله نقدر عبد الله سابقا كنا نسمع كثير حتى على المستوى الرسمي نحن جاهزين يعني احنا الحين ما كل حتى على المستوى اللي جالسين في البيت الاثنين الأخوان الأستاذ أحمد الدكتور خالد مو قادرين يتفائلون أو أحد منهم يتوقع صعبة عادل. لا أنا يمكن الدكتور قال أنا أتوقع أعتقد فوز الاتحاد، لكن الأستاذ أحمد قال أنا متفائل. لكن أنا حقيقة يعني حتى من حيث انتهى الشاعر عادل يقول لو يعني لو نشجع الاثنين يعني شيء عادي. صحيح. انا اعتقد لا بكره ولا المباراه الجايه ما اعتقد انه الجماهير كلها حتشجع الاثنين في وقت واحد، لكن يعني بعد ما تنتهي هاتين المباراتين
ويتأهل أحدهم، أعتقد أن احنا كلنا كسعوديين سنكون خلف هذا الفريق. المباراة يعني قوية وصعبة، وصعب أنك تتوقع لها يعني أي نتيجة الحقيقة مباراة الغد، لكن يعني 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 ظروف المباراة وواقعها وأحوالها داخل الملعب أنا أعتقد هي اللي راح يعني يعني تحكم الأمر تماما. يعني موراليس الحقيقة في الأهلي قال كلمة الحقيقة تعجبتني تماما، قال من يحكم سيطرته على خط الوسط سينتصر في 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 مباراة الغد، وأنا أعتقد فعلا خط الوسط هو صمام الأمان لأي فريق كان يعني في 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 الفريقين. لكن أتمنى حقيقة طالما حتى الحديث يجرنا إلى المباراة السابقة اللي تحدث عنها جارولين بين الفريقين في نهاية الموسم قبل نهاية الموسم الماضي تقريبا بمباراتين، أنا أعتقد أتمنى حقيقة أن لا تصل الروح يعني يعني الرياضية إلى ما وصلت إليه تلك المباراة، لأن تلك المباراة وجدنا فيها شحن كبير يعني صاحبها. ولذلك أنا أتمنى حقيقة أن نخرج هذه المباراة بروح رياضية عالية ومثالية جدا، لأنه لا نريد أن يصاب لاعب لا هنا ولا هناك، نريد حقيقة أن نقول في النهاية للفائز ألف مبروك، ونقول للخاسر في نهاية المطاف هارد لك، ونشجع الفريق أيضا المتأهل. هذا الذي نريده كسعوديين حقيقة لفريقين سعوديين كبيرين. الآسيا كلها عن بكرة أبيها غدا ستتابعنا وستتابع كرة القدم السعودية، يجب أن يكون منظرنا حضاري في مباراة الغد والمباراة التي تليها. طيب سامي، المباراة هل تتوقع أن تشهد، تركنا من المدرجات نتكلم عن داخل الملعب، تتوقع يكون فيها شحن، فيها كروت كثيرة، سيناريو هذا تتوقعه؟ بحكم خبرة اللاعبين أنا أتوقع أنه ما في، إن شاء الله تكون كروت كثيرة، لأنه يفترض الآن يعني السيناريو كان واضح أمامهم، الشحن النفسي اللي حاصل بالإعلامي، يفترض أنه هم الآن يبدأوا يهيئوا نفسهم أنه مفروض ما يصير هذا الشيء، يفترض. لكن الواقع أثناء نزول الملعب وفرض الملعب قد يجوز تختلف كل الأمور، أنا الله أعلم، هذه تعتمد على اللاعبين. لكن أنا إذا سألتني عن نفسي من منطقي ومن تفكيري، أنا أقول لك أنه المفروض أنه يكون أكثر هدوءاً ويضبطوا أعصابهم الفريقين. طيب، لأن أنت قاعد بتنفخ في بالونة من أسبوعين، خلاص البالونة الآن قابل للانفجار في أي لحظة. الآن دور اللاعبين ودور رؤساء الرابطة في النادي يفترض أنه يهدوا الجماهير، هذا الآن دورهم التوعوي والاجتماعي. طيب خلينا نشوف.